قلت لي عندنا موضوعات ما انا كتيره، كابتن فكابتن خالد، روم الكابتن بصراحه خالد لطيف هو جالنا، فلازم بقى نشوف الكابتن خالد لطيف طب عشان نساله على حاجات زي كتير بعض جدا. كابتن معاك. خالد لطيف عضو مجلس اتحاد كره القدم، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك كابتن حميد، واهلا بالاستاذ عبد المنعم، واهلا بكل مشاهدي يا قناه كابتن الاهلي. خالد، كل سنه وحضرتك طيب ومنورنا. كل سنه وانت طيب، وانت منور واستاذ عبد المنعم منور. ربنا حبيبي يخليك يا رب، ربنا يخليك. انا وحشني، هو بقاله ما شفتوش. انا موجود، انت المختفي. لا، كلنا مختفيين. انت كنت مختفي في روسيا. خلي بالك هو عنده اسئله كتير جدا ليك، بس انت وحشني وكده، متهيألي هو كده هدي شويه. ولا هو عادي؟ هو لا، هو ذكي اصلا. لما الاقي في ضيف بقى هو، خلي بالك احنا دلوقتي بناخد الدور اللي هو بيعمله معانا في لما بيكون بياخد مقعد الاعلام. طبعا فشوف حضرتك هتساله ولا اساله انا ولا ايه؟ لا لحضرتك، اتفضل اتفضل. يعني يا كابتن خالد، اكيد كل مصر اهتماماتها طبعا عارف بايه؟ المدير الفني لمنتخب مصر، هل هو مصري اجنبي؟ نحسم الموضوع ده الاول ولا لسه ما استقرناش يا كابتن؟ والله بص، هو المفروض ان هو حصل في الجلسه اللي يمكن بعد ما رجع منتخبنا الوطني من كاس العالم مباشره، كانت اللي فيها يمكن كل اعضاء المجلس باستثناء حازم امام. لكن يعني بناء على ما يعني شايفه برضه من بعض اعضاء مجلس الاداره في الفتره اللي فاتت وتصريحاتهم، انه واضح ان يعني برضه قصه المدير الفني الوطني لسه ما زالت مطروحه امامنا. لسه ما زالت مطروحه. مطروحه. طيب لو يعني لو قلنا يا كابتن خالد، ولا مش عارف السؤال ده ممكن تجاوب عليه، انا عايز اسالك اسئله تجاوب عليها بصراحه. لو الموضوع ماشي ماشي جاوب، لو مش ماشي قول لي. يعني لو لا اختيارات لا لو اجاوب على اي حاجه. طيب تمام زي الفل. لو اختيارات مدير فني مصري هتكون مرشحه بين مين؟ اختيارات مدير فني مصري يعني اكيد هتبقى زي الراي العام والجمهور المصري والمقادر القديم والمحللين، مش هتخرج بره ثلاث اربع اسماء، ما اعتقدش انك هتخرج براهم. زي مين يا كابتن؟ بدون ترتيب احد الالقاب، حسام بدري، حسام حسن، كابتن حسن شحاته طبعا. ما اعتقدش ان ممكن كابتن طلعت يوسف، ما اعتقدش انك تخرج بره الاربعه. كابتن طلعت يوسف. طلعت يوسف. طيب هو حضرتك انت قلت بقى هجاوب، فانا هستمتع هجاوب على اي اسئله. دي الاسئله دي لازم استغلها. لا هجاوب على اي اسئله. حبيبي يا كابتن خالد. واللي انا مش عارفه هقول ان انا مش عارف. طيب خلاص انا عارف والله مصدقك. يعني اقوى الاسماء المطروحه في المصري ولا في المصري؟ في المصري. انا يهمني جدا المصري، لان انا بصراحه في الاتجاه في المصري. المقارنه اعتقاد. هتبقى محصوره ما بين الكابتن حسام بدري وكابتن حسام. كابتن حسام بدري والكابتن حسام حسن. تمام. ده من وجهه نظري انا الشخصيه. اكيد اكيد. وانا عارف طبعا، انا بقى ده السؤال ده بقى انا مش هساله لك، لان انا عارف انت. بس انا هرتب لك لو عايز، لو هو بعد ما يخلص المداخله انا هقول لك مين رقم واحد. رقم واحد حسام حسن. رقم واحد حسام حسن. وانا عارف الكابتن خالد لطيف يعني هو اكيد كله بيفضل مصلحه الكره المصريه، والكابتن خالد لطيف يعني اكتر الناس اللي بتخاف على بس دي طبعا دي بتبقى اراء شخصيه. أكيد. وكل واحد وليه قناعاته المعينه اللي من خلالها كابتن خالد سامعني. انا شايف كابتن خالد بصفتي الصحفيه او ناقد رياضي ان المرحله المقبله في حاجه الى مدير فني اجنبي وليس مصري. والله بص اكلمك بكل امانه. اتفضل. رايي انا الشخصي بكل امانه. انا شايف ان المرحله القادمه من وجهه نظر انا الشخصيه. اتفضل. من وجهه نظر كره القدم دايما المره اللي فاتت برضه كنت لو تفتكر قبل ما قطر يجي كنت مع المدير الفني الوطني وكنت مع الكابتن حسن. انا دايما ببقى مع الكابتن الوطني، لان انا شايف المدير الفني الوطني في اللحظات اللي زي كاس العالم اعتقاد الشخص هو اكثر واحد بيحس بمعاناه الشعب. اكيد. وبامال الشعب وبطموحات الشعب وجماهيره اكثر من اي مدير فني اجنبي. اكيد. وانا برضو وانا رايي الشخصي برضو بعيد عن انا في قناه الاهلي يا كابتن خالد، انا معاك بصراحه. انا بخالفكم انتوا الاثنين وليه اسبابي. انا هقول انا ما لازم يبقى في كده. ليه ما بنديش الفرصه والادفانتج دايما لمديرنا الوطني؟ وايه صحيح ايه؟ خلي بالك انت لما اديت الامكانيات واديت الدفعه المعنويه والدفعه الشعبيه والجماهيريه الكابتن حسن حقق ما لم يحققه مدير فني.
لما اديت الدفعه المعنويه والدفعه الجماهيريه للكابتن محمود الجوهري احد شيوخ المديرين الفنيين حقق ما لا يفعله مدير فني. فما يعني لو انت اديت نفس الامكانيات والمدخلات والدعم لاي مدير فني وطني عندنا اعتقد الشخصي هتكون نتائجه اكيد. وخلينا اجيبها لك من ناحيه ثانيه، لو اديت المدير الفني المصري نص اهتمام المدير الفني الاجنبي اكيد هيشتغل وهيشتغل كويس قوي كمان. ما انا بقول لك هو الدعم بكل صور. بالظبط بالظبط. وجماهيري واعلامي يعني فاهم. ليه لا؟ يعني ليه الكابتن حسام البدري ده ما بيبقى مرشح خارج جمهوريه مصر العربيه لكل الانتخابات؟ كابتن حسن الصحاح ترشح برضه خارج جمهوريه مصر العربيه لكل الانتخابات. كابتن حسام حسن درب اوريدي منتخب الاردن خارج جمهوريه مصر العربيه. الكابتن طلعت فيه تتدرب برضه في السعودية. انت ليه مديرينك الفنيين الوطنيين ليه ما بتديهمش الفرصه ان هم يحلموا ويطمحوا مع منتخبهم الوطني؟ واعتقد الشخص ده حلم. وخليني كمان يعني اوضح لك كمان، اكيد حضرتك عارف طبعا ان الكابتن حسام البدري تحديدا اشتغل لانه اشتغل في النادي الاهلي كمان اعظم، يعني خلينا نقول ان هو الاهلي والزمالك يعني من اعظم الانديه في افريقيا والوطن العربي. وخلينا نتكلم بامانه، اتفضل. الكابتن حسام البدري اشتغل في الاهلي واشتغل في السودان واشتغل في ليبيا. ما انا هقول لك، انا لسه والله ما كملت لك. انا لسه اشتغل كمنتخب اولمبي. لا يعني انا ما بالظبط بالظبط، لكن عارف يا كابتن قصدي ايه؟ ان اسم الاهلي يخليك انت تنجح كمان في اي مكان بجانب انت كمان. احنا خلينا نتكلم بامانه، بتتكلم في واحد ضرب اهلي واحد ضرب زمالك. بالظبط. ما انا لسه اقول لك على حسام حسن ده كمان. لا كمان حسام حسن مسك منتخب الاردن بناء على ترشيحات من المرحوم كابتن جوهري. والله بص، كان على ترشيحات الكابتن محمود الجوهري، ويمكن ليا نصيب من جانب الترشيحات لان كنت ساعتها رئيس بعثة منتخبنا الوطني مع كابتن ربيع كأس العالم الشباب في تركيا، وكان معايا أحمد الجوهري كان مدير التسويق في الاتحاد لكرة القدم، كنت حاضر على المكالمة اللي صارت ما بينه وما بين يمكن الأمير في لحظتها، يمكن كنت أحد المدعمين لكابتن حسام حسن بقوة. يعني انا بكمل لك كمان يا كابتن خالد، ان الكابتن حسام حسن كمان عامل حاجات مع النادي المصري حاجات ولا اروع بصراحه. اللي يقول ان الكابتن حسام حسن ما بلوش بصمه في كره القدم المصريه يبقى ظالم ظالم ظالم. انا معاك. انت بتساعد من غير اسمع. اتفضل. انا كابتن حسن كنت ديك كبير جدا جدا وهداف خطير، واعتقادي ما فيش هداف في مصر من الجيل اللي بعد السنه ما اتعلمش من حسام حسن كلاعب بقى قبل كمدير فني حاجات كتيره جدا. هو انا بالنسبه لي حسام حسن يعني صح. موضوع مختلف خالص، يعني بالنسبه لي حسام حسن لعيب مش الواحد اللي اتعلمت منه، ده لعيبه مصر كلها اتعلمت منه روحه ودمه بصرف النظر عن حاجات تانية كتير، لكن هو حسام حسن حسام حسن. بس انت جاوبت حسام حسن. وبعدين حسام حسن مع ابراهيم حسن. خليه يكلمنا بس في على جانب المرشحين. لا خليني بس اكمل لك بقيه الجمله دي يا كابتن خالد واسيب باله استاذ عبد المنعم. حسام حسن مع ابراهيم حسن. حسام حسن مع ابراهيم حسن؟ يعني يعني من نجوم المنتخب ومن نجوم الاداره. انا بشك ان الاثنين الاجانب اهم حاجه الاجانب. مجانب انا بتكلم اثنين كمان، فاكيد فرصهم هتبقى كبير. لا عشان الاثنين لا. شفت انت دايما فاهمني غلط. حبيبي يا كابتن كل التوفيق ليك. الاستاذ عبد المنعم عايز بقى يسالك على جانب يا كابتن خالد، وصلتوا احنا سمعنا اسماء كثيره، سمعنا المدير الفني النيجيريا، سمعنا خالد زيديتش اللي هو كان المدير الفني الصربي البوسني اللي كان ماسك الجزائر، يعني سمعنا اسماء كثيره. هو عايزين نعرف مين الابرز. خليني اكمل لك قبل ما تجاوب يا كابتن خالد، هل امكانيات الاتحاد المصري الماديه تسمح بطلبات المديرين الفنيين الاجانب؟ انت قلت سؤال جميل قوي. عندي انا بقى الاجابه اللي انا كنت هقولها. اتفضل. بص، هتختار مصري ادينا احنا اتكلمنا، هتختار اجنبي ما تجيش بقى امكانياتها. ما انا بتكلم اهو بالظبط. اجيب مدير فني اجنبي عالمي بالظبط يا ما اجيبش. بالظبط، وانا معاك جدا جدا. عالمي يقول طبعا. انا مش سامع مدير فني له بصمه وله تاريخ وله انجازات وله فكر وله تخطيط وله فكر واستراتيجيه و يا ما اجيبش. بالظبط. انما ان انا اجيب على قد فلوس معينه انا ضد الفكره دي تماما. رد بقى.
لا ما هو كلام منطقي ومعقول، انا ما قلتش حاجه بس تماما. خلي بالك الاسماء اللي احنا قلناها دي اسماء كبيره مش اسماء قليله. بالظبط حاجه بقى يا استاذ عبد الرحمن، ارجع للاجابه اتفضل. دي اعتقادي الشخصي كلها. هقول لك انا اسم وليلى، انا قلت اسمين، انا في اسماء ثانيه اكيد كثيره. لا 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 يعني ما اقترحش عشان يمكن اتكلمت في ورشه بس مع يعني احد المطروحين وانا شايفه من المديرين الثانيين اللي ليهم بصمه في مصر في السنوات الاخيره، ليه لا فريرة؟ مين يا كابتن؟ فريرة. فريرة فريرة اللي هو المدير الفني للسد حاليا. طبعا مدير فني كويس جدا طبعا، ونجح نجح مع نادي الزمالك ومدرب طبعًا. ومدرب ليه شخصيه وليه كاريزما، ليه لا؟ ولا انا غلطان؟ لا طبعا لا طبعا. اعتقادي الشخصي اللي اتقال في الفتره الحاليه اللي فاتت دي، اعتقادي كلها استهدافات شخصيه تعبر عن شخصيه، زي ما انا بتكلم دلوقتي بعبر عن رايي الشخصي. اكيد يا كابتن خالد، وانا بحترم جدا صراحتك ووجهه نظرك، وليه لا برضو ان يكون مدرب مصري وعنده طموح وعنده فكر وعنده اسلوب وعمل، ليه لا؟ انت مش انت قلت لي انت رايك ايه؟ انا قلت لك بالظبط من بنحاز للمدير الوقت. انا بحترم الامانه والشفافيه والوضوح. بالظبط بالظبط، انا اتمنى، انا اتمنى اللي انت عايزه. يا رب يا رب يا رب. اتمنى اللي انت عايزه. بغض النظر والله انا بكلمك بكل امانه وانت عارف عني ده، بغض النظر اللي انا اللي عايزه او اللي انت اللي عايزه او اللي بتعمله اللي عايزه، يا رب يا رب يا رب مصلحه يا الكره المصريه، المدير الفني اللي جاي تبقى في مصلحه الكره المصريه. اكيد اكيد يا كابتن. اخر سؤال هساله لك عشان ما اطولش على حضرتك، شايف شكل الدوري العام في ظل الظروف الحاليه هيبقى شكله ايه؟ والله بص من وجهه نظر برضو الكابتن خالد لطيف، بصرف النظر عن صفتك بقى، منافسه كبيره جدا 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 هتبقى قوية. بس اللي أنا عايز أعقب عليه بدون الدخول في تفاصيل عشان ما اتفضل ما يعني ما اتفضل هتكلم فيه كتير وتفاصيل كتير، فمش هحتاج مكالمة واحدة. أكيد وأنتوا اعتقادي الشخصي هتتفقوا معايا يا جماعة، المغالاة في أسعار اللاعبين وعقود اللاعبين ذات عنها. إحنا كنا لسه بنتكلم والله يا كابتن، كنا لسه بنتكلم. أنا ما سمعتكش والله. أنا عارف بس ده من وجهة نظري الشخصية، لما إحنا بنوصل لهذه الأرقام بمنتهى الأمانة، أنا بحب دايما أتكلم بلغة الأرقام لأن أنا بحب لغة الأرقام لأن بتبقى واضحة ما فيهاش قولان، أرقام غير منطقية بالمرة. الأرقام الكبيرة جدا في عقود اللاعبين السنوية وأنت ما وصلتش كأس عالم غير 90 و2018، أعتقد الشخصي ده أكيد في حاجة. أنا معاك، أرقام غير منطقية بالمرة وغير معبرة عن الحالة الحقيقية. ولا أنا غلطان؟ عندك كل الحق. العود دي انا لازم اوصل كاس عالم كله. طب الحل عندك ايه في اتحاد الكوره عشان تقنن المساله دي يا كابتن؟ ازاي؟ طب انا اقول لي ازاي؟ ما فيش اي يا كابتن حل لاتحاد الكوره او صفه لاتحاد الكوره. مانع 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 مانع. انا بشكرك يا كابتن خالد، شكرا جزيلا جدا على صراحتك وعلى وضوحك، وكل التوفيق لحضرتك ولاتحاد الكوره في اختيار مدير فني يحب فعلا مصر ويعرف يعمل فريق كروي يليق باسم الكره المصريه، ويبقى ليه استراتيجيه وليه هدف وليه طموح وليه فكر.